وزير الصحة يدعو وزراء الصحة العرب إلى توحيد الجهود وإنشاء الوكالة العربية للدواء في أسرع وقت. الصحة تنظم تدريباً للعاملين بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديث الولادة. وزير الصحة يوجه بتسريع وتيرة العمل في ميكنة المستشفيات بنظام إلكتروني مركزي موحد. الصحة تعلن مناظرة أكثر من 420 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة خلال العام الماضي. الصحة في 7 أيام تحية طيبة وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لمد جسور التعاون بين البلدان العربية بهدف تبادل الرؤى والأفكار التي تساهم في وضع التصور النهائي للبدء في تنفيذ إنشاء الوكالة الدوائية العربية. جاء ذلك خلال أعمال مجلس وزراء الصحة العرب في دورته 58 التي عقدت بدولة الجزائر. وأكد الوزير أن إنشاء الوكالة العربية للدواء سينعكس على استدامة النظم الدوائية لكافة المجتمعات العربية. أطلقت وزارة الصحة والسكان حزمة من البرامج التدريبية للفرق الطبية المختصة بتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديث الولادة خلال شهر مارس الجاري. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التدريب يهدف إلى تعريف الفرق الطبية من العاملين بالمبادرة بأحدث أدلة العمل وبروتوكولات العلاج وأحدث الدراسات لأمراض التمثيل الغذائي. أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة بأن وزير الصحة والسكان وجه بالاستفادة من خبرات منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يخص ميكنة المنشآت الصحية، والتي أثبتت جدارتها في تكوين قواعد بيانات وتقديم خدمات مميكنة بالكامل، كما وجه بأن تكون الأولوية لميكنة المستشفيات المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. أعلنت وزارة الصحة والسكان مناظرة أكثر من 420 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة خلال عام 2022، وذلك من خلال اللجان التابعة للمجالس الطبية المتخصصة. ولفتت وزارة الصحة أن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الإلكتروني، وتشمل الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان، ويتم اختار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوهة إلى أن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة. الصحة في 7 أيام مستمرة مع حضراتكم كل أسبوع. تابعونا عبر صفحاتنا الرسمية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام. وختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.